لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، متابعينا الأعزاء، مستمعينا الأفاضل، تحيتنا متجددة بتجدد انطلاقاتنا وتحدياتنا الجميلة من عاصمة الميادين، من ميدان الوثبة، وانطلاقة شوطنا 11 وأول أشواط الإبكار المحليات من فئة الإنتاج. نتمنى التوفيق لجميع المنتجين في هذا الشوط. أبدأ مباشرة مع المركز الأول ومع الصدارة، هي ثروة لمحمد بن سهيل راعي العوية العامري، ياتي مع المركز الأول، بينما انتقل إلى المركز الثاني وأجد عالية لراشد بن سعيد بن راشد النيادي. انتقل إلى المركز الثالث وأجد حضور من منصورة لسالم بن أحمد بن دري الفلاحي، ياتي مع المركز الثالث، بينما المركز الرابع، رابع المراكز، شموخ لسعيد بن سلطان بن تريم الاكتبي، بينما المركز الخامس، هذه هي انذار لسعيد وخليفة بن ضبيب الشامسي، بينما المركز السادس افعال محمد بن سهيل بن سالم الخيلي، ياتي بافعال يقدمها على المركز السادس، بينما المركز السابع وصلت في شموخ ناصر بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي. وثامن المراكز، هنا اندفاعت المركز الثامن وتحدياتها من خلال تواجد شوك عايض بن مفرح بن تويم الاحبابي. والمركز التاسع، هنا انطلاقه تحديات المركز التاسع من الشاهنيه لسهيل بن سيف بن تلثم الخيلي، ياتي مع المركز التاسع وعاشر المراكز، نهابة المظفر بن محمد بن خموشة العامري. هكذا كانت النتيجة والنداء للمراكز العشرة الأولى المتقدمة من خلال هذه المنافسة والتحديات الجميلة من عاصمة الميادين، من ميدان الوثبة، بتحديات الأصالة، بتحديات التراث، بانطلاقة هذا الموروث الشعبي الكبير الذي أيضا يحمل تحدياتي وانطلاقاتي ومنافساتي سن الكبار. والرقص دائما يحلو مع الكبار، مع هذه المسافة الماراثونية 8 كيلومترات، 8 كيلومترات حاضرة خصصت لهذا السن الذي دائما يحمل الإثارة الكبيرة. أعود إلى المركز الأول، إلى صدارة الشوط، إلى ثروة، إلى ثروة، هذه الثروة، هذه الثروة الكبيرة. هنا مع المركز الأول ومع الصدارة الأولى يقدم لنا ثروة محمد بن سهيل راعي العوية العامري. ينطلق راعي العوية، ينطلق هنا مع المركز الأول. أما المركز الثاني فهذه عالية لراشد بن سعيد بن راشد النيادي، ياتي مع المركز الثاني، بينما ثالثا وصلت منصورة بالصوت والصورة، يقدمها سالم بن أحمد بن دري الفلاحي. انتقل إلى المركز الرابع، انذار، انذار، وبدأت انذار تنذر الجميع، ليقدموا لنا انذار سعيد بن خليفة بن ضبيب الشامسي، ياتي من خلال هذه المنافسة وتحديات، هذه التحديات الكبيرة من خلال هذا التواجد والحضور الكبير ما شاء الله. كذلك القدوم على المركز الخامس، وصلت شموخ سعيد بن سلطان بن تريم الاكتبي، ياتي مع المركز الخامس وسادس المراكز،
هناك افعال محمد بن سهيل بن سالم الخيلي يقدم افعال. انتقل الى المركز السادس واجد شموخ ناصر بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي. وسابع المراكز شوق عايض بن مفرح بن تويم الاحبابي. والمركز الثامن هنا انطلقت به انطلقت وتحركت وبدات تهاجم الشاهنيه سهيل بن سيف بن سهيل بن شلثم الخيلي هنا من خلال هذه المنافسة والتحديات الكبيرة. أما المركز العاشر هناك أجد نهابة مضفر بن محمد بن خموشة العامري. إذن متابعين الكرام إذن مشاهدين الأعزاء إذن هذه المنافسة الجميلة تحملها الأصايل تحملها الأصايل في تحديات هذه الانطلاقة. إذن أعود إلى المركز الأول أعود إلى منصورة أعود إلى راعي الشبرة إلى راعي الشبلة الذي يتقدم هنا مع اندفاعته الكبيرة سالم بن أحمد بن درية الفلاحي. وذكريات الشبلة يا الشبل وفزت الشبلة من الجبلة من عقب ما دارت الدورة ما شاء الله. إذن التغيير بدأ هنا مع هذه الاندفاع اندار هناك مع هذه الانطلاقة الجميلة. إذن اندار تغير اندار. هنا سعيد بن خليفة بن ضبيب الشامسي يتحرك بإندار ويقدم لنا انطلاقة إندار وتحركاتها بالمركز الأول بشعار سعيد بن خليفة بن ضبيب الشامسي. ما شاء الله أداء كبير وتحدي والتغيير من ثروة يا راعي العوية ثروة يا راعي العوية ثروة. هنا مع المركز الأول محمد بن سهيل راعي العوية العامرية هنا على المركز الأول مع أيضا بمحاذاة جسر العبور. وبدأت المنافسة وبدأ الصراع وبدأت الأحلام والطموحات التي تراود المضمرين في نص الموسم وأحلامهم كبيرة وطموحاتهم كبيرة. الله يحققها لكم يا مجتهدين يا مضمرين يا ملاك. إذا نعود في مجريات الشوط أعود إلى ثروة اللي على المركز الأول اللي على صدارة هذا الشوط يقدمها محمد بن سهيل راعي العوية العامري. أما المركز الثاني هذه اندار وقد أعذر من أندر 2 كيلومترات واندار بالرقم 2. ويا محل الصدف سعيد بن خليفة بن ضبيب الشامسي. أما المركز الثالث هذه عالية تبحث عن المرتبة العالية يقدمها راشد بن سعيد بن راشد النيادي. وعاد بن دري من جديد يقدم لنا المفيد. سالم بن أحمد بن دري الفلاحي يقدم لنا منصورة ولكن أفعال تنطلق أفعال في هذه الاندفاع مع محمد بن سهيل بن سالم الخيلي يقدم لنا أفعال. والشاهنية يا بن تلثم وصل سهيل بن سيف بن تلثم الخيلي يقدم لنا الشاهنية لكن المعركة الثنائية نعود لها إلى ثروة قالية أيضا. هنا المرام هذه ثروة وهذا محمد بن سهيل أيضا راعي العوية العامري لكن انذار.
في لائحة الإنذار، في لائحة الإنذار الكيل الأخير، وإنذار إنذار في آخر الأمتار في أرضية المضمار تنطلق هنا في هذه الاندفاع الكبيرة. سعيد بن خليفة بن طبيب الشامسي، يا الشامسي يا الشامسي يا الشامسي، أشرقت شمسك، أشرقت شمسك بالنواميس، لكن عادت ثروة، عادت ثروة، عادت ثروة، ولكن اندار 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 الخمسمائة متر الأخيرة والخطيرة والكبيرة والمثيرة والخطيرة، طارت اندار، طارت اندار على المركز الاول. سعيد بن خليفة بن طبيب الشامسي، سلالة مشغل المختبر، سق الله دارك، سق الله دارك المختبر، على الانتاج، على الانتاج الفاخر، سقاك الله في جميع زواياك يا المختبر يا المجموعة العلمية المتقدمة. اذا اندار بطلة من ابطال هذا الميدان، تحقق الفوز والانجاز، تهانينا والناموس لمالك اندار السعيد بن خليفة بن الطبيب الشامسي، تهانينا والناموس والسلام مشغل سلام. المركز الثاني وصل الثروة محمد بن سير راعي العوية العامري، المركز الثالث نشانية سيد بن سيف بن جلد الرحيمي، المركز الرابع وصلت بالمركز الرابع هذه هي مياسة سالم محمد القناص العامري، وخامسا الحدرة سالم محمد بن ثعلوق الدرعي. اذا متابعينا الكرام، اندار، اندار هي البطلة، هي ايضا المنطلقة بهذا الانجاز الجميل، سلالة مشغل المختبر، سلالة فاخرة وقنية عن التعريف في هذا الانطلاق الكبير والتحدي. اندار لسعيد بن خليفة بن طبيب الشامسي، التوقيت الزمني 12 دقيقة 38 ثانية وخمسة اجزاء من الثانية، تهانينا على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني أتت فيه كانت ثروة لمحمد بن سهير راعي العوية العامري، 12 دقيقة 43 ثانية وثمانية أجزاء من الثانية، تهانينا وناموس. أتت بالمركز الثالث هي أيضا في هذا الانطلاق، هي مي أيضا هي شهنية سهيل بن سيف بن جلثم الأخير، هي التوقيت الزمني 12 دقيقة 46 ثانية وجزء واحدا من الثانية، بينما أتت بالمركز الرابع وأتت أيضا بمياسة سالم بن حمد القناص العامري، توقيتها الزمني 12 دقيقة، وأيضا 55 ثانية وسبعة أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس. الحدرة أتت بالمركز الخامس سالم بن حمد بن سالم بن ثعلوق الدرعي، وتوقيتها الزمني 12 دقيقة 56 ثانية وستة أجزاء من الثانية.